ورصدت قناة صلاح الدين الفضائية في تغطياتها الميدانية العمليات الاحترازية الجارية في شرق دجلة بمنطقتي العلم والبوعجيل، والتطمينات التي أطلقها المسؤولون الموجودون في المنطقة لأهالي جزيرتي الفندي والعلم. في ظل توجيه السيد محافظ صلاح الدين المحترم حول مساندة مديرية الموارد المائية في درء الفيضان عن المناطق السكنية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في محافظة صلاح الدين، اعتبارا من قضاء الشرقاط إلى سدة سامراء، حيث نشاهد اليوم الجهد العالي لكافة الدوائر من البلديات والموارد المائية وكذلك مديرية ماء صلاح الدين والدوائر الأخرى تقوم بحملة كبيرة لغرض إنشاء هذه السدة الترابية في الحويجة البحرية في قضاء العلم. وطبعا الآليات المشاركة من قبل البلديات بعدد 10 آليات بالإضافة إلى الآليات الأخرى، والحملة مستمرة في هذا المكان بالإضافة إلى الإنذار بالدرجة القصوى في قضاء الشرقاط وكذلك قضاء بيجي، والسداد الترابية الممتدة من الزلايم كيشيفة إلى سامراء وكذلك عوينات، وإن شاء الله تمر هذه الموجة الفيضانية بسلام وأن نحافظ على ممتلكات وأرواح المواطنين وأن نتجنب الكارثة لا سمح الله في حالة زيادة منسوب المياه. طبعا الجهد الحكومي حاليا كما وردتنا برقية من وزارة الإعمار والإسكان أنه جهد حكومي محتاجين إلى التوجه إلى المحافظات الجنوبية باعتبار هنالك سيول كبيرة في البصرة والإعمار، أصبح اعتذار من قبل المحافظة حول توجيه الجهد، وحاليا الجهد فقط خاص بمحافظة صلاح الدين بالنسبة في هذه الحملة. منذ الصباح الباكر وبعد تعرض حويجة الفندي إلى محاصرة من المياه من جميع الأطراف وأصبحت شبه جزيرة يحدها الماء من جميع المحاور، وجه السيد المحافظ الجهد الهندسي والآليات لتدارك خطر الفيضان وإيقاف التسريب الذي حصل من السدة باتجاه هذه القرية، فكانت الانتفاضة من الجهد الهندسي والحمد لله، والآن باشرنا بعمل ساتر ترابي وغلق المنافذ التي ممكن أن يتسرب منها الماء باتجاه هذه القرية قدر الإمكان وقدر المستطاع. لحد هذه اللحظة الأمور جيدة.